ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دبي اجتماعا لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي الذي يضم كل من دولة الإمارات وفرنسا وإيطاليا والبحرين والمغرب وإسبانيا وإسرائيل والسنغال وسنغافورة وسلوفاكيا إلى جانب مملكة هولندا التي انضمت اليوم إلى هذا التحالف وتضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة وفي بيان عن الاجتماع الوزاري الرابع للتحالف الأمني الدولي أكد والمشاركون ان الدول الاعضاء في التحالف الامني الدولي ماضيه في تعزيز جهود مواجهه الجرائم المنظمه والعابره الحدود الوطنيه الى جانب محاربه التطرف والراديكاليه بجميع اشكالها وادان البيان ما تعرضت له مجتمعات بعض دول التحالف الامني الدولي خلال العام السابق من تحديات كما ادان البيان بشده الهجوم الارهابي على مناطق ومنشاه مدنيه في الامارات مطلع العام الجاري